أول ما جاء الجوال كلنا يمنعه بالقاعة، ولم أنه ضرب جوال الطالب اطلع برا اللي فيه. أنا قلت لهم شوفوا يا أخوان أنا جوالي ترى مفتوح، وإذا زهم أبا طالع، إذا أنه بيتي زوجتي معناه أنه لازم ما أقدر. أنتم ترى مثلي، لا ميزة بيني وبينك، وجوالاتكم معكم، وإذا زهم شف إذا كان ضروري اطلع سوي مكالمتك وارجع. كل قال لي من الأساتذة بتحول القاعة إلى فوضى، وأنه تبي يتمردون الطلاب علينا. والله العظيم على مدى 10 سنين لم يحدث ولا مرة أي مخالفة غير مرة واحدة طالب رن التلفون وطلع ولم يرجع. والحقيقة حسيت أنه صدمني أقصى صدمة أخلاقية، يعني أمانة بيننا، وزعلت وسأل زملائه. طبعا عادة الزملاء ما يعلمون على زميلهم، لكن لاحظت ان كتبه وفرحت واخذت الكتب. جاني اسبوع الجاي امسكي الولد من عرعر، وجاء التلفون ان جده ميت وراح. قلت طيب انا ابغى منك شيء واحد، الا دخلنا للفصل الحين بلغ زملائك وكلنا نعزيك وخلهم يعرفون انك ما خنت الامانه. والله من يوم ما دخل على طول قال زملائه ترى صار لي كذا وكذا، وقمنا كلنا عزيناه، حتى ما عزيته بالمكتب، عزيناه بالفصل، صار ألفة. وأحسوا أيضا أنهم إن زميلهم ما خان الأمانة وأخلاق، وأنه ما جاء لمي على أساس أنه يشتري عفوي عنه، أن الرجل صادق. فمتى ما دخلت هذه قضية مجتمعنا متخلف ما هو متخلف ما هو مهيأ، إذا أعطيت الإنسان قيمته صار له قيمة، وأظهر قيمته أمامك أيضا. إذا قمعت قيمته سيظهر العكس، الانتقام والكره لك.